بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الاصحاح التاسع عشر من سفر صموئيل الثاني، بركته علينا امين. المشهد اللي انتهى عليه الاصحاح الثمنتاشر هو اللي هينفتح عليه الاصحاح التسعتاشر، مشهد بكاء وعويل مش مشهد انتصار، لان المفروض انه داود والقوات اللي وياه والجيش اللي وياه المفروض ان هما في حاله انتصار، لكن داود طبعا مش شاعر باي انتصار، لان اللي مغلوب في الحرب واللي ميت في الحرب هو ابنه، فمشاعره مشاعر مرارة وحزن وكآبة نفس، حالة صعبة جدا من المشاعر اللي يعني ملخبطة. كان المفروض ان هو يبقى فرحان ومبسوط، لكن هو مش معتبر نفسه منتصر، بل بالعكس يمكن هو انهى فتنة بين القوات وبين الشعب، لكنه لا يشعر اطلاقا بلذة الانتصار، فكان في حالة اكتئاب شديدة جدا. ودي حالة الله الآب لما حد من ولاده بيسقط، يعني لما بيقول لنا الكتاب المقدس ان السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، ففي المقابل تقدر تشعر مشاعر السماء كلها بإنسان بيسقط وبينزلق وبيقع في الخطية وبيرفض من الله، يبقى فيه مرارة وحزن. يمكن احنا شفناها في بستان جسماني لما المسيح له المجد جاس على ركبتيه وقال إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس. الكأس ما كانتش كأس العذاب الجسدي اللي اجتازه المسيح له المجد، وإن كانت دي كأس طبعا تقيلة طبعا بلا شك، لكنها في مقابل، إذا جاز لي التعبير وده تعبير الكتاب المقدس نفسه لما قال إنه اضطرب بالروح، قلبه كان مقبوط جدا، انزعج، كان منزعج جدا، والحزينة نفسي حزينة حتى الموت. كل ده ليه يا رب؟ ايه الكأس اللي انت شايفها وانت نفسك ان انت تعبر عنك هذه الكأس؟ الكأس خطايا جبار جدا، يعني من ايام ادم لما سقط لحد النهارده لما يهوذا خان ملايين 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 من البشر، الزناه والقتله والكذابين والشتمين كل انواع الخطايا ودت الناس للهلاك. ده ابشالوم، ده ابشالوم اللي الاب النهارده داود النبي قلبه مفطور عليه، ومحدش يقدر الحكاية دي إلا إذا كان أب، وإذا كان رقيق المشاعر ممكن يقدر الكلام ده. لكن يؤاب قائد الجيش كان إنسان قاسي، كان إنسان نقدر نقول إنه شرير حتى، فهو اللي قتل أبونير وهو اللي قتل أبشالوم. وقصة أوريا الحثي ما زالت في ذهنه وبيلمح بيها يمكن، ولا حتى لو ما كانش بالتصريح، لكن داود بيشوفها في عينيه، يعني ماسك عليه حاجة، يعني ماسك عليه زلة يعني. فيؤاب مش عاجبه حالة الحزن اللي فيها داود النبي. دي دخلت الأصحاح 19 اللي هنقراه دلوقتي. نفتح الكتاب المقدس على الأصحاح 19، والإصحاح طويل شوية لكنه يعني سلس، هيمشي في الثلاثة، مش هياخد مننا مجهود. يعني أخبر يؤاب هو ذا الملك يبكي وينوح على إبشالوم، فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمعوا في ذلك اليوم من يقول أن الملك قد تأسف على ابنه
وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. كان المفروض أن المنظر منظر انتصار، ناس رجع من معركة منتصرة فيها، قائد العدو أبشالوم مات مقتول، فهم المفروض أنهم راجعين بانتصار وبفخر وتهليل وفرح. لكن الحال كان لا، الملك كسر قلبهم. لما الملك بحاله مش مقدر قيمة الانتصار وعمال يبكي على ابنه، فالشعب كله انكسر ودخلوا المدينة وهم منكسرين. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان نهر الأردن هو الحدود الشرقية لأرض إسرائيل ويهوذا. داود عشان ما يعملش مذبحة في منطقة أورشليم ساب أورشليم وعبر الأردن وعدى الناحية التانية، الناحية الشرقية، يعني فلسطين يهوذا وإسرائيل في الغرب، غرب الأردن. شرق الأردن دي منطقة منسة في حتة اسمها محنايم، دي المدينة اللي قعد قريب منها ودخل فيها، دي كانت أرض تابعة للجدعونيين قبل كده، يعني الأرض دي كانت أرض الجدعونيين. ولما خدوا المنطقة دي، نتذكر لما في سفر العدد اتقسمت الأراضي والأنصبة على كل الأسباط، فنص منسة خد هذا الجزء اللي شرق نهر الأردن مش في المنطقة الرئيسية لأرض الموعد، لكن في الناحية التانية ناحية الغرب. فدلوقتي بقى داود داخل مع الشعب اللي كان معاه، لما يقول الشعب يقصد الجنود الحربيين اللي كانوا وياه، مجموعة كبيرة من الجنود كانوا وياه، نذكر منهم 600 اللي جم معاه من جت، تذكروا هذا، فكان في معاه مجموعة كبيرة من جت ومجموعة كبيرة من يهوذا ومجموعة من إسرائيل، وعدوا الناحية التانية. هما راجعين بقى دلوقتي، فانت تخيل ان في مجموعة مع داود رجع من الشرق للغرب عشان تخش أورشليم، وفي مجموعة طلع من الغرب بتقابلهم متجهة ناحية الشرق عشان تقابل داود عند حدود نهر الأردن، او ممكن يكونوا عبروا معاه الناحية التانية وخدوه راجعين بيه. كان المفروض الموكب يكون موكب انتصار وياخدوه بانتصار وبزفة وبفرح وبتهليل، لكن داود كسر قلبهم ببكائه على أبشالوم. فيقول في ذلك اليوم آية 3، تسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. وسطر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم، يا ابني يا أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. الكلام ده شفناه في الإصحاح اللي فات مستمر، يعني قعد أيام ينوح على ابنه أبشالوم في حزن وفي كآبة قلب شديدة جدا. يؤاب مش هيعجبه الكلام، هيخش يهدده، لأن يؤاب ما هوش إنسان حساس، ده قائد الجيش بتاعه اللي قتل أبنير قائد جيش شاول، نتذكر هذا، واللي لما خرج على مسامع كل الناس داود ووصى وقال ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، لكن لم يترفق بالفتى أبشالوم. ولما جاله الولد قال له إن أبشالوم متعلق من راسه، من شعر راسه في قلب البطمة في الشجرة، قال له ما قتلتوش ليه، كنت كفئتك. الولد قال له لو اديتني ألوف ألوف من الفضة ما كنتش أعمل كده، لأن أنت سمعت بودانك يا يؤاب سيدنا أبونا الملك الكبير داود قال ترفقوا بالولد اوعى تقتلوه، فانت جاي النهارده تقول لي اقتله؟ قال له طب انا هقتله، راح قتله وجاب معاه 10 معاه عشان الدم يتوزع بين العشرة بين القبائل، فداود ما يعرفش ينتقم من حد معين. فيؤاب انسان شرير وفي جراءة وبجاسة انه يعصي اوامر الملك، ده المفروض ان يؤاب يحاكم عسكريا على اللي عمله ده، لأنه القائد العام للجيش للقوات المحاربة هو داود النبي، ده الملك الكبير، فكون قائد تاني في الجيش
تحت رياسته يعصي أوامره فده يستحق القتل. يعني لو داود قلبه كان شديد وجامد وفي ظروف تانية كان حكم عليه بكده. فدخل عليه يؤاب في آية 5 وقال له، دخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخذيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك. قال له أنت كسرت قلب الناس اللي دفعوا عنك وعن ولادك وعن بناتك وعن سراريك، والمفروض أنهم رفعوا راسك النهاردة، لكن أنت خزيتهم. وقال تعبير جامد قوي، قال له: بمحبتك لمبغضيك وبغضتك لمحبيك. هذا الكلام لا ينطبق إطلاقا على داود، لأن داود عمره ما بغض محبيه. ممكن يكون أحب مبغضيه فعلا، لما ما مدش إيده على مسيح الرب على شاول وقال كيف أمد يدي إلى مسيح الرب، فهو أحب أعدائه فعلا. وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا إنه داود نفذ الوصية اللي قالها المسيح بعد كده بسنين طويلة، 1000 سنة: أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم. داود قبل ما النعمة، عهد النعمة يجي، هو عاش في هذه النعمة، فهو أحب مبغضيه. لكن مين قال إن داود في أي وقت من الأوقات بغض محبيه؟ كلمة جديدة جدا من يؤاب، وفيها تجاثر وفيها جراءة وفيها عدم عدل، كلمة مش في محلها إطلاقا. لأني علمت اليوم، أنا بكمل آية 6، لأني علمت اليوم أنه لو كان إبشالوم حيا، لا اللي قبلها، بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك، لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد. يعني ما شلتش جميل حد. يعني لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. لو كان حصل العكس ورجعنا لك بأبشالوم حي وكلنا كنا أموات، وجالك أبشالوم يبشرك: أنا قتلت لك يؤاب والجنود بتوعك، لكن أبشالوم حي، كنت هتفرح. لكن أنت النهاردة خزيت اللي رفعوا راسك المفروض. كلام شديد طبعا، وعتاب قاسي جدا بألفاظ لا تليق، صعبة، واتهامات مش في محلها. زي ما قلنا أنه داود عمره ما أبغض محبيه، كلام عيب أنه يقوله إنسان للريس بتاعه حتى. يعني كان المفروض أنه يكون في نوع من الكياسة في الكلام. لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا كنا أموات لحسن حينئذ الأمر في عينيك. فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني أقسمت بالرب أنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة، ويكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك منذ صباك إلى اليوم أو إلى الآن. منتهى يعني عدم الكياسة، اللي تزوق شديدة جدا. أقسم بربنا مغلظا أنه لو ما سمعش كلامه قام طيب خاطر الناس اللي بره اللي بتبكي دي ورفع رأسهم، هنسيبك كلنا. وده تهديد، لأن الملك له حراس وله حاشية المفروض أنها حواليه، وناس المفروض أنهم ملازمين له. لما يسبوه معناها انه الملك مرفوع عنه الغطاء، يجرؤ اي انسان انه يقتله. فيمكن يكون فيها بين قوسين، لكن يعني ما قالهاش بالتصريح، لكن داود يفهمها ويعرفها كويس، لانه راجل جيش وراجل حربي وعارف نظام الجيوش ايه. فبيقول له هرفع الغطاء عنك، اي عيل يخش بنبله يموتك انت مالكش دية، خلاص هنسيبك كلنا ونتركك هذه الليلة. فيقول له كلام صعب جدا، يقول له كده: هو يكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك منذ صباك إلى الآن، هيكون شر شديد عليك. داود ما كلمش، ما عاتبش، ما قالوش ازاي بتقول كده،
ايه الجراءة الشديدة اللي انت بتتكلم بيها؟ ازاي تكلم الملك بطريقة ما قالش حاجة؟ الراجل يعني هو مكسور جدا وحزين جدا، وشايف ان مفيش حاجة اطلاقا ممكن يعني تستحق اهتمامه اكتر من حزنه على ابنه ابشالوم، مشاعر اب. لكن طبعا مش هيفوتها له، هيبتدي يدرك ان يؤاب خطر عليه. ففي نفس الاصحاح هنشوف بعد شويه انه هيدعو عماسه اللي كان متمرد عليه ومشي مع ابشالوم وجاي يعتذر له ويخضع له، هيقول له تعالى انا عايزك قائد للجيش بتاعي بدل يؤاب. فمن اللحظه اللي يؤاب بين فيها انيابه قدام داود، داود برضو وان كان يعني مكسور وحزين لكن ما زال نعمه ربنا فيه بتفكر. هو طبعا مليان نعمه من نعمه ربنا، ما اقصدش ان هو خالي من نعمه الله، لكن عايز اقول ان في هذا الحال الحزين جدا ادرك انه لازم في خطوه تتاخد، ودي حكمه منه، لانه يؤاب قتل ابونير وقتل ابشالوم، دي تاني حاجه. الاسلوب اللي بيتكلم بيه ده يخوف، ما كلام مش مظبوط. وبرضه يعني نحط في الاعتبار ان قصه اوريا الحثي يعني شويه كسر عين داود، لو جاز لنا اننا نقول ايه 8. فقام الملك وجلس في الباب، هو في مدينه محنايم اللي زي ما احنا متفقين، واخبروا جميع الشعب قائلين هو ذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أباب الملك، وأما إسرائيل فهربوا كل واحد إلى خيمته. جميع الشعب هنا المقصود بها الجمهور اللي كان خارج وإياه، الناس اللي طلعوا معاه 600 زائد فلان زائد فلان زائد فلان، قلناهم قبل كده في الإصحاحات اللي قبل كده بالتفصيل. منهم ناس داود قال لهم لا ارجعوا، أنا عايزكم جوه المدينة، زي الكهنة اللي كانوا موجودين، زي الراجل اللي كان وحشاي، نسيت الاسم، اللي كان راجل حكيم اللي أبطل مشورة أخيتوفل، هيجي دلوقتي في بالي. أما إسرائيل فهربوا كل واحد إلى خيمته. الإركي، حشاي الإركي، افتكرت. يعني عايز أقول إن في ناس جم معاه وفي ناس رجعوا، دلوقتي مجتمع عليه حوالينه كل الشعب اللي خرجوا معاه. آية 9 توري لك إن كان في لخبطة بقى بين الناس، يعني في ناس تعبانة من الموقف وناس بتشجع ناس وانقسامات، الحال ملخبط، يعني ما هوش أفضل شيء الحقيقة، الحال ملخبط جدا جدا. كان جميع الشعب في خصام في جميع أصباط إسرائيل قائلين أن الملك قد أنقذنا من يد أعدائنا وهو نجانا من يد الفلسطينيين. خلي بالك انه اليهودية والسامرة دي سبط يهوذا تحت وجزء من بنيامين، والإسرائيل المقصود بيها الحداشر سبط او عشرة وشوية. فلما نقول إسرائيل بنقصد المجموعة الشمالية، ولما نقول اليهودية نقصد المجموعة اللي تحت يهوذا، السبط بتاعه هو سبط داود. صحيح ما فيش انقسام وهما تحت ملك واحد، لكن من الإصحاح ده بذرة الانقسام اللي هيتم بعد سليمان، لما سليمان يحط راسه وينتقل من هذا العالم في حبرية ابنه بعد منه، هتنقسم المملكة للمملكة الشمالية إسرائيل والمملكة الجنوبية اليهودية. لكن بذرة هذا الانقسام بدت في هذا الإصحاح للأسف، حالة اللخبطة اللي موجودة دي خلت فيه انقسام بين المجموعتين. كان جميع الشعب في خصام في جميع أصباط إسرائيل، ناس مش عاجبها الحال وتقولك إيه ده، يستاهل إنه يقعد لوحده بقى، إحنا نعمل له إيه، هو ده اليوم اللي يعمل لنا فيه كده عشان ابنه، وابنه ده كان عادل، وابنه ده بكى عليه، ده كان واد متمرد ولد وحش وعمل وسوى، ده المفروض انه يفرح ويانا ويرفع راسنا زي ما قال يؤاب. لكن كان في ناس عاقلين تانيين قالوا برضو ده كلام، يعني الراجل ده ننساله كل اللي عمله من اجلنا
ومش قادرين نقدر مقدار حزنه، عيب ان احنا نسيبه في الحال ده. كان جميع الشعب في خصام في جميع اسباط اسرائيل قائلين ان الملك قد انقذنا من يد اعدائنا وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والان قد هرب من الارض لاجل ابشالوم، ساب ارضه ساب ملكه ساب المدينه وهام على وجهه من اجل انه يعني ابشالوم بهدله وصلوا الحال ده. وابشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب. فده يوريك ان مجموعه منهم اللي بتقول هذا الكلام بتتكلم بلسان فيه توبه، لانهم كشفوا ان هم كانوا ماشيين وراء ابشالوم. احنا مسحنا ابشالوم ملك علينا ومشينا وراء ابشالوم ونسينا فضل هذا الرجل الجميل اللي له فضل علينا، وهو يعني ياما دفع عننا ياما انقذنا من اعدائنا وهو اللي نجانا من يد الفلسطينيين، فده راجل جميل ما نعملش فيه كده. بالعكس ده احنا المفروض نروح نقدم توبه بين ايديه لاننا قبلنا ابشالوم في فتره من الفترات. هتبان هنا بقى من هنا ورايح اراء متباينه مختلفه، ناس كتير مع وناس كتير ضد، ناس بتقدم توبه لانها فعلا ندمانه على اللي حصل، وناس هتخاف من العقاب فهترجع، في ناس كانت ماسكه العصايه من النص عايزين يشوفوا الحرب هتنتهي على ايه، مين اللي هيبقى الملك، ابشالوم ولا ابوه داوود هينتصر. يعني كان في حاله من السجس واللخبطه اللي موجوده. المجموعه اللي بتتكلم ديا بينت ان هي كانت ماشيه وراء ابشالوم، وابشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب، فالان لماذا انتم ساكتون عن ارجاع الملك؟ مش المفروض بقى الملك يرجع بكرامته من شرق الاردن نعبر بيه الاردن وندخله اورشليم بفرح ويعني بخضوع نخضع له نبين له خضوع؟ خلي بالك ايضا ان هذا الاصحاح انا كل ما بفتكر حاجه بحط عليها الضوء بجمع الامور، يعني هذا الاصحاح ايضا داود رجع فيه بانتصار، لكن لم يبين هذا الانتصار بشماتة على الأعداء أو بتفاخر أو بكبرياء، لكن بالتضاع وبانكثار قلب. واللي قدمه للمدينة ودخله المدينة تاني مدينة أورشليم حيث كرسي ملكه، اللي دخلوا هم التائبين واللي كانوا منقلبين عليه، جمع كل الناس دول لحبه، لم يعاتب ولم يعاقب، لعاقب حد ولعاتب حد، واللي جاي اعتذر له هيقبل اعتذاره، واللي جاي قدم خضوع فرح بيه، واللي كان وياه يعني قدم محبة ولم الكل، والكل جمع حواليه ودخلوا أورشليم بروح فيها اتضاع وانكسار. فشابه سيده ربنا يسوع المسيح له المجد يوم حد الشعانين لما دخل متواضعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان وكانوا بيهللوا حواليه أوصلنا أوصلنا أوصلنا. فدي أول مجموعة بتقول لداود أوصلنا، أنت خلصتنا وساعدتنا، وإحنا حتى كنا مقلوبين عليك وكنا ماشيين وراء أبشالوم لكن هتسامحنا، يلا بينا نقدمك لكرسي ملكك في فرح وانتصار وبهجة. وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات، فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟ دي المجموعة الأولى. آية 11، وأرسل الملك داود إلى صدوق أبي يثار الكاهنين قائلا، دي مبادرة بقى من داود. احنا فاكرين صدوق أبي يثار اللي كان عندهم ولدين، ولد اسمه يونسان ولد اسمه أخي عيمص، الاثنين كانوا كهنة، وداود قال إن دول اللي هيوصلوا لي الأخبار، خليك يا أبي يثار ويا صدوق جوه أنتوا ولادكم عشان تقدروا تنجحوا وتنقلوا لي الأخبار، أنا بفكركم مش كده؟ فلأنهم كانوا رسل من جوه البرة، دلوقتي داود بيستخدمهم رسل من برة لجوه، قال لهم تعالوا أنا محتاجكم في مهمة اجمعوا معايا الناس. كلم أنا في آية 11، كلم شيوخ يهوذا قائلين، لماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك إلى بيته وقد أتى كلام جميع إسرائيل إلى الملك في بيته؟ معناه ايه الكلام ده؟ المجموعة اللي من اسرائيل الـ11 سبط الشمالية دول فاقوا لنفسهم
طبعا مش كل الأسباط يعني ولا كل الشعب ده دي آلافات مؤلفة، يمكن أكتر من آلافات، ملايين، لكن جزء كبير منهم ممثلين ليهم أعلنوا إن هم كانوا مقلوبين على داود ونصبوا أبشالوم ملك، فقالوا إيه نرجع وعيب اللي إحنا عملناه ده. داود لاحظ إن اليهود سبط يهوذا، ما دول التانيين الأسباط العشرة الحداشر، السبط اللي هو خارج منهم بتوعه أهل بيته سبط يهوذا المملكة الجنوبية بقوا متأخرين عن إخواتهم المملكة الشمالية. معلش أنا بقول مملكة مجازا لكن هما مملكة واحدة يعني، نقول المجموعة بتاعت إسرائيل والمجموعة بتاعت يهوذا. فأدرك إنه يهوذا تأخر فقال لا ده ما ينفعش، ليه تكونوا أنتم متأخرين والمفروض بالعكس، ده انتوا لحمي وعظمي، انتوا اهلي وناسي، كان من الاولى بيكم ان انتوا اللي تيجوا تستقبلوني وتدخلوني معاكم المدينه، مش الاسرائيليين، مش المجموعه الثانيه. هم صحيح كلهم ولادي كلهم اخواتي وكلنا مملكه واحده، لكن انا بالاولى اكون في وسطكم انتم. وقال نفس التعبير ده 12 ايه 12، انتم اخوتي انتم عظمي ولحمي، فلماذا تكونون آخرين في إرجاع الملك؟ ليه تعملوا كده؟ ليه تتأخروا؟ خلي بالك إن المسيح له المجد، هو اللي قيل عنه نحن من لحمه ومن عظامه، لحم من لحمي وعظم من عظامي، بولس الرسول قال كده عن المسيح له المجد. هكذا يفعل بي الله، آية 13، وتقولن لعماسة أما أنت عظمي ولحمي. يعني مش بيتكلم داود عن سبط يهوذا بس، لكن حتى عماسة بيقول له أنت لحمي وعظمي. بعت رسالة مع الاثنين الرؤساء الكهنة اللي هم صادوق وأبيسار، قال لهم روحوا كلموا اليهود سبط يهوذا وقولوا لهم أنتوا لحمي وعظمي وتعالوا خدوه، وتروحوا تقولوا نفس الكلام لعماسة. ايه الكلام العجيب ده؟ مين عماسة ده؟ عماسة ده قائد جيش أبشالوم. تصور ده اللي مشي مع أبشالوم يقود القواد ضد داود. يعني داود بيمد ايده لمين؟ للأعداء، للي المفروض ان هم أعداء وعدوه. لسه يؤاب بيقول له ان انت حبيت مبغضيك وبغضت محبيك، فداود بيرد عليه وبيقول له مين قال لك الكلام ده؟ ده انا حتى الاعداء اللي قلبوا عليا مش هستناه لما يعتذر لي، انا اللي هبعت له الرساله الاول، انا اللي هبادر واقول له مش انت يا ابني لحمي وعظمي، هشجعه لو مكسوف انه يعتذر، لو خايف انه يعتذر، لو متخيل ان انا هعاقبه، فانا ابادر وبقول له احنا واحد، احنا لحم واحد، منتهى الاتضاع منك يا داود. وتقولن لعماسة أما أنت عظمي ولحمي، هكذا يفعل بي الله وهكذا يزيد، إن كنت لا تصير رئيس جيش عندي كل الأيام بدل يؤاب. أنا لسه قايل لك الحكاية دي، مخه بيفكر وما ردش على يؤاب، ما عاقبوش ما عاتبوش ما زعقلوش، قال له حاضر، لكن مخه بيفكر إن يؤاب ده مش هينفعه بعدين. مين اللي ينفعه؟ قال انا عايز عماسة. عماسة اللي أساء ليك اللي مشي مع أبشالوم قال عم بجهل، لما بين له محبة هقدر اخده تحت باطي. منتهى الحب ومنتهى الحكمة من داود. فاستمال بقلوب جميع رجال يهوذا كرجل واحد، قدر يجمعهم كلهم ويستملهم ويخليهم كلهم رجل واحد، اللي قال له انا بحبك واللي قال له انت لحمي وانت عظمي واللي قدم له اكرام، هنشوف الكلام ده كمان شويه كمان. فاستمال بقلوب جميع رجال يهوذا كرجل واحد، فارسلوا الى الملك قائلين ارجع انت وجميع عبيدك. فرجع الملك واتى الى الاردن، بيعدي نهر الاردن، واتى يهوذا الى الجلجال سائرا لملاقات الملك ليعبر الملك الاردن. استجابوا بقى بتوع يهوذا سبط يهوذا الجزء الجنوبي، استجابوا كلهم ووصلوا عند الجلجال، وهياخدوا، احنا فاكرين ان الجلجال دي
كانت أول منطقة بعد عبور نهر الأردن اللي حطوا فيها الاتناشر حجر أيام يشوع بن نون. حطوا الاتناشر حجر وعملوا فيه نصبة هناك، وبقى أقاموا مسبح وعملوا أول ذبيحة فصح بعد العبور، واللي ما كانوش مختتنين اختتنوا في هذا المكان، وتنهم قبل كل موقعة حربية يلتقوا في الجلجال، وكانوا نصبين أيضا خيمة الاجتماع في هذا المكان. فالجلجال ده اللي هو معناه دحرج الخطية، كلمة جلجال يجلجل أي يزيح يدحرج. احنا قلنا كلام ده كتير يعني، أنا مش بقول كلام جديد عليكم. صار هذا المكان له ذكريات معينة في ذهنهم، راحوا قابلوا داود عنده يدوب عبر الأردن، ومنهم ناس عدوا كمان وجابوه وعدوا كلهم مع بعض. كان في ولد اسمه شمعي بن جيرة. يعني احنا شفنا دلوقتي موقف رجال إسرائيل، موقف رجال يهوذا، شفنا موقف يؤاب، شفنا موقف عماسة، أو يعني الظروف اللي بتحيط بكل هؤلاء. دلوقتي نفتكر واحد اسمه شمعي بن جيرة، ده الولد اللي كان ماشي بمحازات الملك عند الجبل وعمال يشتم الملك ويقول له يا رجل الدماء، ايديك ملطخة بالدماء، انت عملت، انت سويت، ربنا ينتقم منك، ربنا يعمل فيك، ويشتم ويسب ويلعن بألفاظ قاسية جدا للملك ويحدف عليه بالحجارة. واللي معاه قالوا له ايه ده، جيب الواد ده. قال لهم لا لا لا، ده ربنا سمح له ان هو يعمل كده لعله يغفر لي خطيئتي، لانه كان مكسور جدا جدا جدا، قدم اتضاع شديد جدا قدام شتيمة عبد من عبيده. هنشوف بعد شوية انه لما جه شمع ابن جيرة يعتذر، خاف بقى، قال لك الملك هي، بس ما كانش داود في حالة انتقام اطلاقا. داود كان في حالة حزن شديد وكثرة قلب بتخلي حتى النفس من جوه تبقى نقية، وتساعده أكتر على أنه يسامح وينسى، يسامح وينسى. هيبان دلوقتي أن شمع بن جيرة ده ما كانش وحده اللي بيشتم. يعني احنا لما نسمع شمع بن جيرة كان بيشتم، أو عيل يا سيدي يعني، والكلام لزق. لكن لما يقولك أنه كان معاه ألف راجل، لا يبقى ده مش موضوع بقى حد بيشتم، دي ثورة. يعني لو في ألف نفر ماشيين في الشارع يشتموا غير نفر واحد ماشي يشتم، تفرق كتير. ألف نفر ده يعني في اتفاق، في مؤامرة، في عصابة، حاجة لها دلالة خطيرة. فبادر شمع بن جيرة البنياميني الذي من بحوريم، ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود، ومعه ألف رجل من بنيامين، مع ألف رجل. آية 17، وصيب غلام بيت شاول وبنوه 15 وعبيده 20 معه، فخاضوا الأردن أمام الملك. حتى قبل ما يوصل للجلجال مشوا في قلب مية الأردن، وقبله وهو في السكة. مين؟ شمع بن جيرة ومعاه ألف راجل وصيبة. مين صيبة ده؟ صيبة ده الخدام بتاع أمفيبوشس، الولد الأعرج، ابن مين؟ ابن يوناثان اللي جده شاول الملك. أرجو أن أنتم تكونوا فاكرين الأسماء دي، الناس مهمين يعني، شخصيات مهمة. الراجل اللي اسمه صيبة ده تذكره أنه جه كذب على الملك. فإحنا عندنا دلوقتي نوعيتين، شمع بن جيرة ده شتام ومعاه ألف راجل، وصيبة ده نصاب، حتى اسمه صيبة نصاب عشان تفتكرها. ساب سيده الأعرج، وسيده كان يملك الكثير جدا جدا جدا، أمفيبوشس حفيد شاول ابن يوناثان، كان يملك الكثير لأن الملك منحه كتير لما جابه أكرمه وقعده على مائدته كل يوم. رد إليه الورث بتاعه وقال له كل اللي كان يملكه شاول جدك هدهولك. فالراجل كان غني جدا لأن اللي كان يملكه شاول كان كتير جدا. صيبة لما لقى اللي حصل حصل، جري عند الملك وقال له يا مولاي صيبة، ما كفهوش الأراضي اللي خدها منك اللي انت منحتها له اللي هي ورث أبو شاول ده، قال لك أنا كمان هبقى الملك بعد ما داود يتقتل بإيد أبشالوم. والكلام ده افترى، الرجل لا قال ولا اتكلم، ده رجل مصاب في رجليه وبيعرج ومنكسر الحال، ومش هينسى ده ابن يوناثان، ويوناثان كان رجل جميل
وكان صديق شخصي لداود النبي، فمش هيعمل كده إطلاقا إطلاقا. صيبة رجل نصاب راح كذب على الملك، والملك وهو حزين ومكسور ومش عارف هو بيقول ايه، قال له يا عم خد كل اللي انت عايزه، خد كل الاراضي، فاداله صك ان هو ينقلب على أمفيبوشس وياخد منه الاراضي. بس دلوقتي الكذب بتاعه هيبان، لان كل التوقعات وكل اللي كانوا هما بيفكروا فيه الحسابات ان داود هيموت وان ابشالوم اللي هيقتله وهيبقى هو الملك، كل الحسابات دي طلعت في شنك، طلعت غلط. فكل واحد بيلحق دلوقتي، شمع بجيرة ومعاه ألف راجل جاي يعتذر، وصيبة الكذاب كذبه هيبان وهيتفضح، فقال لك أروح ألحق نفسي ولم الأمور عند الملك. وعبر القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه، خدوه بمركب ومعدين بيه، فسقط شمع بن جيرة أمام الملك عندما عبر الأردن، وقال للملك، ده الواد الشتام ومعاه ألف راجل، وقال للملك لا يحسب لي سيدي إثما ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيدي الملك من أورشليم، أنا افتريت. حتى يضع الملك ذلك في قلبه، قال له يعني قلبك أبيض، ما تخليش قلبك شايل لي حاجة وحشة، لأن عبدك يعلم أني قد أخطأت، وأنا ذا قد جئت اليوم أول كل بيت يوسف هو بنياميني. فقال له إحنا أهل بيت يوسف، يعني ضم لنفسه إفرايم كمان، يعني بيفخم نفسه أو بيكبر نفسه أو بيذكر الملك أنه هو مش صغير، يعني أنا حقير وغلطت في حقك، لكن أنا ورايا عزوة يعني، وجاي لك أول واحد من بيت يوسف، يعني متعرفش ضميره فيه إيه، يعني هو بيذكر الكلام ده ليه؟ ما يقول أنا بنياميني قبل بيت بنيامين، لكن هو بيرجع للجد الكبير بيدي لنفسه يعني نوع من العزوة يعني. لا يحسب، وقال للملك لا يحسب لي سيدي إثما ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيدي الملك من أورشليم، حتى يضع الملك ذلك في قلبه، لأن عبدك يعلم أني قد أخطأت، وأنا ذا قد جئت اليوم أول بيت كل بيت يوسف ونزلت للقاء سيدي الملك. أبي شاي ابن سراوية أخو يؤاب، وما كانوا ثلاثة، فاكرينهم عسائيل، وده اتقتل زمان بيد أبو نير، وعندنا كمان يؤاب، وعندنا الثالث أو الثاني إبشاي، يؤاب إبشاي عسائيل بالترتيب كده. أبي شاي أخو يؤاب، ودول ولاد سراوية، سراوية أخت داود، فداود خاله. لما شاف شمع ابن جيرة جاي يتزلل ويوطي راسه ويقول له حط ما تحطش في قلبك من ناحيتي سامحني، قال له لا ده يتقتل، ده شتم الملك، وكان المفروض ده اللي يحصل، يعني شتم الملك، ده داود ما رضاش يمس مسيح الرب، ده شتم مسيح الرب، فكان القانون والعقاب انه يتقتل فعلا. فأبي شاي كان بيكلم صح، لكن برضو ارجع اقول ده ان داود راجل قلبه حنين وطيب ومش في حال انتقام اطلاقا اطلاقا اطلاقا، يعني كله رئة، سمح الكل، يعني مش ممكن الراجل ده، عجيب فعلا. فقال داود آية 22، اللي خلينا من 21، فأجاب إبشاي بن سراوية وقال ألا يقتل شمعي لأجل هذا لأنه سب مسيح الرب؟ فقال داود ما لي ولكم يا بني سراوية حتى تكونوا اليوم لي مقاومين، انتوا صعبين انتوا الاثنين، انت ويؤاب اخوك. ونذكر في اصحاح قبل كده ان داود قال ان هو مش مرتاح لولاد اخته، مش قدهم، هم يعني اكبر منه في العتاد والقوه، يعني هم مش قدهم. اليوم يقتل احد في اسرائيل؟ اما علمت ان اليوم ملك على اسرائيل؟ وقال الملك، ثم قال الملك لشمعي لا تموت، وحلف له الملك أمنه. قال له انت مش عارف ان النهارده انا اكني بتنصب ملك على اسرائيل، ده يوم المفروض ان احنا ما نحزنش فيه ولا نقتلش فيه، ده يوم انتصار، ده مش يوم قتل وانتقام، ما نقتلش حد في اليوم ده،
وقال للولد هتعيش ما تخافش، وأمنه على هذا، وقال له أنت إيه، أنت مش هيجرى لك حاجة. يعني في ناس بتعترض على الكلام ده، لأنه لما سليمان ملك بعد كده، هنقراها بعدين في إصحاحات، بعدين في لما نخش بقى على نهاية، لما داود يموت ويملك ابنه سليمان في ملوك الأول، سليمان قتل الولد ده شمع بن جيرة. لا، ده داود اللي قال له كمان خلي بالك منه، حط عينك عليه ويتقتل. طب ازاي سامحه دلوقتي ووصى بعد كده بقتله؟ مش في تناقض في الحتة دي شوية؟ الحقيقة تبدو للوهلة الأولى ان هي كده، لكن هي مش كده إطلاقا. هو داود سامحه في جريمة ضده هو شخصيا، يعني سامحه في حقه الشخصي، لكن الولد متقلب ومش مظبوط وممكن يعمل حاجة وحشة. فداود بيقول له خلي بالك منه يا سليمان، لأنه ممكن يكون سبب قلايل ليك أنت. أنا كملك سامحته وعيني عليه، يعني سامحته في الموقف ده، لكن مش هسامحه في موقف تاني. أدي لك مثال. المسيح له المجد على الصليب قال يا أبتاه لا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فالمسيح له المجد بيسامح في حقه الشخصي لما بيقول لهم أنتم أنتوش عارفين أنتم بتعملوا إيه، وسامحتهم. لكن يا ترى الناس دي لو ما قدمتش توبة وما قدرتش قيمة هذا السماح والغفران، ولم تتمتع بدم المسيح وغفرانه، يبقى هيجوز عليهم ويثري عليهم هذا الغفران اللي تم على الصليب من فم الله القدوس؟ بلا شك لا. يعني لو ما قدروش قيمة اللي عملوا ربنا وقالوا له احنا تايبين ورأسنا تحت رقبتك يا رب، تحت ايدك يا رب، وابتدوا يعملوا ما الخطية دي هتكمل بخطايا تانية. وده اللي عمله شمع بن جيرة لما سليمان ملك بعد كده، قال له ما تطلعش بره أورشليم، عيني عليك هنا، تفضل جوه أورشليم وعيني عليك، أنا مش ناسي اللي أنت عملته قبل كده. فلما طلع برة وبين سوء نية وأنه عايز ينقلب على سليمان، قال له لا تعالى بقى، القديم والجديد، إحنا سامحناك في اللي فات وديك عشت سنين محدش قالك حاجة، كل اللي طلبته منك أن أنت تبقى قدام عيني، زي لما بيعفوا على سجين ويخرج من السجن ويقولوا له تعالى كل يوم تحط تقرير، أنت تحت مراقبة. يعني ده اللي حصل. فداود ما نقضش عهده مع شمع بن جيرة، وداود ما خانش شمع بن جيرة أو ما عملش حاجة من وراء ظهره، لكن هو كملك وكمسؤول ومسؤول عن ابن سليمان وعن مملكة ابن سليمان، نبهه قال له خلي بالك الولد ده لو غلط، لو عمل حاجة غلط أنا مسامحه دلوقتي في اللي عمل في اللي هو عمله، لكن إنه يلعب بديله ويعمل حاجة غلط لا، يعني هنجيب له القديم والجديد. وده اللي حصل، عشان نبقى فاهمين القصة كويس. احنا وصلنا للآية 23. ثم قال الملك لشمعي لا تموت، وحلف له الملك. يبقى احنا دلوقتي شفنا الشعوب اللي جات له، شفنا اسرائيل، شفنا موقف يهوذا، شفنا شمع بن جيرة، وشفنا الاثنين الكهنة لما بعت لهم وقال لهم روحوا، وشفنا شمع بن جيرة، وشفنا مين؟ عساي اللي قال له هعمل قائد بدل يؤاب. مين تاني بقى؟ آية 24. ونزل من في بوشس. احنا شفنا صيبة النصاب اللي جه ولحق نفسه. ونزل من في بوشس ابن شاول للقاء الملك. شوف اللي افتروا عليه وقالوا عليه انه هو عايز يعمل نفسه ملك، ولم يعتني برجليه، هو كان اعرج بيعرج، يعني لمسك عكاز رجليه فيها جروح ما غسلهاش، مش لففها بقماش ولا بشاش، ماشي يعرج بينزف رجليه متقيحة فيها جروحات، فيها مش منظره والشكل اللي هو فيه، مش واحد راجل كان يعني فرحان في داود
وبيعد نفسه للمملكة. الراجل واضح أنه حزين ومتلخبط، لم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. من يوم الملك مشي حد ما رجع ومنفيبوشس في حال حزن. فلما جاء إلى أورشليم للقاء الملك قال له الملك: لماذا لم تذهب معي يا منفيبوشس؟ ما جيتش معايا ليه يا منفيبوشس؟ عتاب يعني. فقال: يا سيدي الملك، إن عبدي قد خدعني. صيبة، خدعه، لأن عبدك قال أشد لنفسي الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك، لأن عبدك أعرق. اللي بيساعده في شد الحمار وبيركبه وبيسنده عبده اللي هو صيبة، سابه مشي. وواشي بعبدك إلى سيد الملك، لأن عبدك أعرق. ووشي بملك وواشي على صيبة يعني واشية. وواشي بعبدك إلى سيد الملك، وسيد الملك كملاك الله، فافعل ما يحسن في عينيك، لأن كل بيت أبي لم يكن إلا أناسا موتى لسيد الملك، وقد جعلت عبدك بين الآكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرخ أيضا إلى الملك؟ قال له: أنا مين أنا علشان يكون لي طلبات ولا أمشي يعمل؟ أنا رجل أعرج، بيتي كله مات، جدي مات، عمامي ماتوا، وهي أبويا يونسان مات، وأنت أكرمتني وجبتني وأنا رجل أعرج ما حلتيش حاجة، وسطرتني على المائدة بتاعتك وأكرمتني وخليتنا كله على مائدتك كل يوم، أنا ليه عين أتكلم؟ أفتح عيني أقول إيه؟ وأصرخ بإيه وأقول إيه ولا أعمل إيه؟ اللي أنت شايفه حتى لو أنا غلطان وأنت شايف إن أنا غلطان، افعل ما يحسن في عينيك. فقدم اتضاع شديد جدا جدا. فقال له الملك: لماذا تتكلم بعد بأمورك؟ قد قلت إنك أنت وصيبة تقسمنا الحق. وصيبة خد منه كل حاجة حسب الصك الأولاني اللي قاله، اللي وعده بيه الملك. الملك أدرك إنه خدع، مش عايز يعاقب حد، فوعفى عن شمع ابن جيرة، مش كده؟ يؤاب ما كلمش وراه بقدامه بالسوء وسابه، وإن كانت الحكمة اقتدت منه أنه يفكر أن ده مش هينفعني في المستقبل، برضو ملك ومسؤول، فأدرك أن الأمور مش هتمشي كويس. لكن كان كل الرد فعله مع كل اللي قابلوه، سواء المحسنين وقابلوه بالإحسان أو المسيئين زي صيبة وزي شمع بن جيرة، فأكثر من شمع بن جيرة، كان بيسامح بيسامح بيسامح. عشان كده مرضاش يقتل شمع بن جيرة لما أبي شاي قال له نقتله، عفى عنه. وصيبة اللي قال له خد كل الفلوس مرضاش يعاقبه وياخد منه كل الأراضي، قال تتقسم بينه وبين منفيبوشس، قال برضو مش هنكسر بخاطره، رغم أنه كذب عليا ورغم أنه عمل حركة ماهيش مظبوطة، لكن يقسم الأراضي معاك يا منفيبوشس. فقال منفيبوشس للملك: فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي الملك بسلام إلى بيته. قال له: صدقني يا سيدي الملك، رجوعك ده عندي بالدنيا، لو عايز صيبة ياخد كل حاجة I don't care، ما يهمنيش. الشخصية اللي جاية شخصية لذيذة جدا، جميلة جدا، لفتت نظري قوي وحبيتها قوي قوي، لأنه بيمثل الإنسان الزاهد المنتظر خروجه من العالم. اللي فاتوا دول كلهم بيأمنوا مستقبلهم، ما عدا يمكن منفيبوشس، يعني راجل مش عايز حاجة. الراجل اللي جاي ده عامل زيه، اسمه برزلاي الجلعادي، فده من جلعاد، أرض جلعاد، أرض جلعاد دي اللي اتسكن فيها نص سبط منسة جلعاديين، وده مش يهودي الأصل، لكن فيما يبدو إن هو أحسن إلى داود وانضم لداود وتحول إلى أمان داود، لأنه راجل بينتظر قيامة الأموات. نزل برزلاي الجلعادي من رجليم وعبر الأردن مع الملك ليشيعه عند الأردن. ده راجل أكرم الملك فترة وجوده في جلعاد، ويعني أثناء هروب الملك فترة طويلة من وجه شاول، زي جت كده، زي ما حصل في جت، جت ناحية البحر ناحية غرب الأردن،
وجلعاد ناحية شرق الأردن من ناحيتين يعني، وداود كان بين الاتنين. نزل برزلاي الجلعادي مع رجليم من رجليم وعبر الأردن مع الملك ليوشيع عند الأردن. وكان برزلاي قد شاخ جدا، كان ابن 80 سنة، وهو عال الملك عند أقامته في محنايم لأنه كان رجلا عظيما جدا. ولما يقول عظيم جدا يقصد بها عظمة الامتلاك المادي، كان رجل عنده بالهبل فلوس وأراضي وماشية، رجل عظيم جدا. فقال الملك لبرذلاي: أعبر أنت معي وأنا أعولك معي مع أورشليم في أورشليم. أنا الفترة اللي قعدتها في وسطكم أنت كنت بتعولني، حتى الفترة الأخيرة دي لما كنت في محنايم أنت اللي عالتني وأكلتني وشربتني وأكرمتني. جه الوقت أرد ليك الجميل، تعال بقى معايا أعبر الأردن ويايا، وتعال عيش معايا في أورشليم وأنا أعولك أخد بالي منك. فقال برذلاي للملك، شوف بقى الكلام الجميل اللذيذ: كم أيام سنية حياتي حتى أصعد مع الملك أورشليم؟ أنا أعيش قد إيه عشان أسيب بيتي وناسي وأهلي وأجي أقعد في أورشليم؟ طب يمكن أنت بتتكلم على فلوسك وغناك ومجدك. لا، الراجل زاهد عن كل هذا. أنا اليوم ابن 80 سنة، هل أميز بين الطيب والرديء؟ لما كنت شاب صغير بعرف إن دي حاجة حلوة ودي حاجة وحشة، أميز بين الموسيقى والرقص والغنى والهم والغم. دلوقتي بقتش تفرق معايا الموسيقى والرقص والهم والغم، بقوا سواء هما الاتنين بالنسبة لي. أنا راجل فقدت الرغبة في الحياة، راجل زاهد، راجل عاكف عن كل شيء. هل أميز بين الطيب والرديء؟ هل يستطعم عبدك بما آكل وما أشرب؟ يعني دي تفرق معايا إذا كنت باكل صيامي ولا افطاري؟ تفرق معايا إذا كنت باكل بط ووز ولا قدامي طبق مشي وشوية فول؟ ما بقتش أميز، بقيت راجل كبير وزاهد في هذه الأمور. إيه المثال الجميل ده؟ ده أنت هتروح تبقى في ضيافة الملك. طب أنت معتمد على اللي عندك؟ قال ولا ده ولا ده ولا بقت تفرق معايا. هل أسمع أيضا أصوات المغنيين والمغنيات زي لما كنت شاب صغير؟ فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيدي الملك؟ أنا راجل كبير، عاوز اللي يخدمني واللي يحطني أنا أنت راجل ملك فوق للملك بتاعك، سيبك مني، أنا بعيد عن الكلام ده، راجل زاهد. طب هتعمل إيه؟ فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيدي الملك؟ يعبر عبدك قليلا الأردن مع الملك، ولماذا يكافئني الملك بهذه المكافأة؟ دع عبدك يرجع فأموت في مدينتي عند قبر أبي وأمي. قال له أنا همشي معك شوية عبر الأردن كده شوية، يعني عادي معك شوية. وبعدين قال الرد على نفسه تاني وقال إيه؟ حتى دي ما استحقهاش، لو كان دي مكافأة ليا فأنا لا أستحق هذا. دع عبدك يرجع فأموت في مدينتي عند قبر أبي وأمي، وهو ذا عبدك كمهام يعبر مع سيد الملك. كمهام ده واحد منهم من جلعاد، شاب صغير، قال له ده بدالي خده وياك، اذا كنت انت عايز حد يعني تكرمه من عشيرتنا ومن جلعاد وتكرمني في صورته خد كمهام وياك. فده مبتدئ وياه، قال له خده معاك، ده شاب خده معاك. اما انا فانا منتظر ان انا اموت، هروح اقعد جنب قبر ابويا وامي وانتظر يوم انتقالي. عشان كده أنا بقولك إن الراجل ده مثال جميل للراجل اللي هو جلعادي، ما هوش يهودي الأصل، مش من بني إسرائيل، مش من ولاد الله، مش من شعب الله، لكن قربه من داود حط يعني، شوف وش داود نور في وسط اللي حواليه، الناس اللي حواليه دول، حتى 600 اللي جم من جت دول إخوات مين وقرايب مين؟ جليات الجتي، جليات من الجت. يعني حتى الوثنيين، حتى اللي من شعوب الأرض اتأثروا بنور وجه داود الملك، بطبته ودعته ومحبته وحكمته وروح الله اللي كان فيه وقلبه اللي كان موجود فيه، قلب الله. هو ده عبدك كمهام يعبر مع سيد الملك فافعل له ما يحسن في عينيك. فأجاب الملك: إن كان كمهام يعبر معي فافعل له ما يحسن في عينيك، وكل ما تتمناه مني أفعله لك. فعبر جميع الشعب الأردن والملك عبر، وقبل الملك
برذلاي قبل الملك برذلاي وباركه فرجع إلى مكانه. وعبر الملك إلى الجلجال، وعبر كمهان معه وكل شعب يهوذا عبروا الملك، وكذلك نصف شعب إسرائيل، وإذا بجميع رجال إسرائيل جاءوا إلى الملك وقالوا للملك: لماذا سرقك إخوتنا رجال يهوذا وعبروا الأردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ أنا قلت لك في الأول خالص في بداية الكلام إن بذرة الانشقاق بين يهوذا وإسرائيل هتبتدي من هنا. ابتدت بالغيرة، مين القريب أكتر من الملك؟ يهوذا طبعا، ده سبط يهوذا اللي خارج منه الملك، فهم اعتبروا نفسهم أولى بالملك داود، فخدوه جريوا، لأن داود بعت الاثنين الكهنة وقال لهم: روحوا قولوا ليهوذا ليه تتأخروا عن إسرائيل، ده أنتوا لحم وعظمي. فاكر أنا قلت الكلام ده؟ أنتوا لحم وعظمي، فليه تتأخروا وتبقوا آخرين غير الإسرائيليين، غير شعب إسرائيل 11 سبط الشماليين؟ تعالوا أنتوا أولى بيا. دي حطت بذرة غيرة جوه الإسرائيليين. بعد كده بان إن في حاجة اسمها إسرائيل ويهوذا، ما كانش كده، كان المفروض إن هم شعب واحد. لماذا سرقك إخوتنا رجال يهوذا وعبروا الأردن بالملك وبيته وكل رجال داود معه؟ آية 42: فأجاب كل رجال يهوذا رجال إسرائيل: لأن الملك قريب إلي، ولماذا تغتاظ من هذا الأمر؟ مش قالوا لهم احنا واحد يا جماعة، تعالوا كلنا هنخش مع بعض، تفضلوا ده الملك بتاعنا كلنا؟ قالوا لأنه طبعا أقرب لنا، احنا أقرب، انتوا ناسين ان احنا من بيته أهل بيته، فاحنا أقرب له، وانتوا الحكاية دي غيظاكوا في ايه؟ لماذا تغتاظوا بهذا؟ فبرضو بان ان في بذرة عدم محبة، بذرة غيرة ابتدت تتحط بين مجموعتين من الشعب، 11 سبط وسبط. سبط يهوذا سبط كبير جدا، يعني مش شعب قليل يعني. فكانت حاجة مش حلوة الحقيقة. أقدر أقول لك إن ده المسمار الأول اللي اتحط في نعش الانقسام اللي حصل بعد كده بعد سليمان. ولماذا تغتاظ من هذا الأمر؟ هل أكلنا شيئا من الملك أو وهبنا هبنة هبة؟ فأجاب رجال إسرائيل رجال يهوذا وقالوا: لي 10 أسهم في الملك وأنا حق منك بداود، فلماذا استخففت بي ولم يكن كلامي أولا في إرجاع ملكي؟ هم ابتدوا بقى يعدوا بقى، قالوا: أنتوا بتستقلوا بينا، إحنا لينا 10 أسهم، إحنا 10 أسباط، ده زائد نص بنيامين كمان، أنت لوحدك، لكن احنا الاسهم كبيره جدا، ما عملنا احنا لينا احنا كمان في الملك. فكانت اللغه فيها تحدي، والكلام ما كانش سلس، كان فيه بغضه وفي عداوه يعني. فلماذا استخففت بيا؟ بيتكلم بلسان اسرائيل، ولم يكن كلامي اولا في ارجاع ملكي، وكان كلام رجال يهوذا اقسى من كلام رجال اسرائيل، ردوا عليهم بكلام قاسي. معلش انا خلاص مش قادر اتكلم، حاسس ان انا ابتديت يعني مش قادر أركز، خلاص كفاية. كتر خيركم تعبتكم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. يعني كلام انتهى بالمشدة دي، يعني كل اللي بيعمله داود طول السكة عمال يقدم محبة ويسامح ويحضن ويقوم الخناقة الأخرانية، برضو الشيطان لازم يكون موجود، دخل عمله فورتينة فسطة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.